بسم الله الرحمن الرحيم. تهانينا بمناسبة المولد النبوي الشريف، اللهم صلي وسلم وبارك على صاحبه. وتهانينا أيضا بمناسبة صدور قانوني الانتخابات، الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية. وبهذه المناسبة أجدد التعبير عن نية الترشح للانتخابات الرئاسية في موعدها إن شاء الله يوم 24 ديسمبر 2021. أطلب من حضراتكم المساندة والدعم بعد الاطلاع على رؤيتنا لليبيا، رؤية إحياء ليبيا 2030، والموجودة على الموقع الإلكتروني احياء ليبيا.com. شكرا لكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.